اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة معانا القلقاس، واحنا المصريين شطار جدا في عمايل القلقاس، والقلقاس أكلة مصرية، يعني أكتر حد بيستهلكه احنا المصريين. القلقاس قيمته الغذائية عالية جدا، الألياف بتاعته والأنسجة بتاعته مختلفة غير البطاطس وغير البطاطا وغير القرع العسلي، شكله سبحان الله من الدرنيات الواثقة من نفسها، الصورة الحلوة على الشاشة قبل التقطيع وبعد التقطيع معانا جاهز مكعبات عامل زي البطاطس. هنعمله النهاردة طاجن باللحمة، نشوف نعمله مع بعض ازاي، فينا نعمله أبيض وفينا نعمله أحمر. أحمر يعني هياخد طماطم وياخد الخضرة بتاعته، أبيض ما بياخدش طماطم. ده الملخص بتاع القلقاس، ولكن في طريقة عمايله بيبين الست الشطرة اللي بتحب القلقاس غير الست اللي مش بتحب القلقاس اللي هي بتعمله وخلاص، لأنه طعمه بيكون مميز. عدله شوية رز بالخلطة، رز بالخلطة هنعمله مع بعض النهاردة اللي هو الرز المصري، نشوف نعمله ازاي بالتوابل مع البصلة والكرملة مع سكر وقرفة، هياخد طعم لطيف وجميل. ده عدل القلقاس أو رز بالشعرية، الاختيار ليك يا أمي. تعالوا الحلو النهاردة من الصعيد الجميل اللي بوجه له تحية كبيرة من مزبيرو، البغاشة. البغاشة بالعسل، البغاشة بالسكر، البغاشة بالقرفة، مقاديرها بسيطة في متناول الجميع، شوية دقيق مع بيضة مع شوية حب هيطلع أحلى حلو، هنشوف نعمله مع بعض إزاي، بيضاهي وينافس بلح الشام. مش عايز أطول حضراتكم، تفاصيل صغيرة في الحلقة النهاردة، بساطة، سهولة، مرونة، الكلام ده هنشوفه بعد الفاصل، أوعى تروحوا بعيد. جينا لحضراتكم بعد الفاصل مع القلقاس. القلقاس من الأكلات اللطيفة الجميلة اللي أنا بحبها، الألياف بتاعته بتساعد على الهضم، مفيد جدا، بيعالج مشاكل السكر، مشاكل الضغط. القلقاس مفيش منه مشاكل، يمكن هو آمن أكتر من البطاطس، البطاطس بالذات، مش هقول البطاطا وأقول القرع العسلي، القرع العسلي والبطاطا ده لا منافس له، ولكن القلقاس آمن من الدرنيات الجميلة الحلوة، ولما أقول درنيات يعني حاجة بتطلع من سبحان الله من باطن الأرض. القلقاس بيطلع من باطن الارض زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده، اللون الاحمر الحلو بتاعه والجميل ده من خير ارضنا. انا هعمله النهارده طاجن باللحمه والخضره، نشوف نعمله مع بعض ازاي. طبعا بعيد عن ان احنا نضيع وقتنا في ان احنا نقطعه ازاي او يتنظف ازاي، ببساطه شديده ده يتغسل الاول خالص بميه وبالليفه علشان ما ينفعش تقطعيه وتنزل الرمله بتاعته والطينه بتاعته على البلانشه اللي بتقطعي، وبعد ما تتاكدي ان غسلتيه كويس بتقطعيه بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل اساتذه المصورين حبايبي، قبل وبعد، قبل وبعد، ايه الفرق بين القلقاس الاحمر والقلقاس الابيض؟ مش في الطبخه، لا في التقطيعه، في حبايه قلقاس كده لما بنفتحها بنلاقي قلبها ابيض، دي انثى. القلقاس اللي قلبه احمر ده ذكر، في القلقاس فيه ذكر وانثى. انا عرفت الكلام ده من الناس بتوع الخضار اللي هم الشطار واللي هم عايشين في القصه وبيصدروا القلقاس وعارفين. القلقاس الانثى بيبقى فيه بزابيس كده من على الخارج، اعتقد هي معايا هنا، الذكر ما بيبقاش فيه البزابيس دي، البزابيس دي يعني حاجه كده طالعه كلاكيع كلاكيع كده على الشكل الخارجي. ولازم نفهم القدره الالهيه والربانيه في حتى في الخضره الجميله البسيطه السهله اللي في متناول الجميع. طيب ايهما افضل في الطعم والاكل؟ زي الكابوريا كده، ما بين الكابوريا اللي هي النتي والكابوريا اللي هي الذكر وهكذا. ايه الافضل؟ طبعا الانثى اللي هي القلقاس بيبقى طعمها لطيف وجميل ويبقى لحمها حلو وله طعم ومذاق خاص. انا حبيت بس اقول المعلومه دي لان بالفعل يقول لك انا جبت قلقاس ما طلعش مظبوط، ما طلعش زي بتاع حماتي زي بتاع ماما وهكذا. تعالوا مع بعض نشوف نعمله ازاي بالطشه يخنا بالطماطم. اكيد معانا لحم كندوز ومعانا قلقاس متقطع وجاهز معانا، ومعانا الخضره زي خضره المحشي كده، هي سيده الموقف، بقدونس على كزبره على شبت على توم صحيح على بصل، ومعانا شويه البهارات ملح وفلفل، قرنين فلفل حار لان القلقاس لازم يبقى شويه فيه طعم السبايس. اول حاجه اهتم بالشوربه بتاعه القلقاس. القلقاس زي عامل زي الكشك، البطل بتاعه والطعم بيجي من الشوربه، عشان ما نهزرش، تهاونت في الشوربه بتاعه القلقاس او بتاعه الكشك، لا الكشك هيظبط معاكي ولا القلقاس هيظبط معاكي، لازم اللحم يكون مستوي بالشكل ده كده وياخد الشوربه تاخد الطعم. هنبدا نسلق اللحم في ماء مغلي عشان نكسب وقت. لحم متقطع مكعبات كده كانك هتشيشيه كباب او شيش كباب.
او عايزه تقطعيه قطع كبيره باللحم بالعظم بتاعه مفيش مشكله، حط اللحم في الميه المغليه، نكسب وقت. نبدا نحط البصله البوكي جرني بتاعنا، ونهتم بشويه الشوربه الحلوين دول. نضرب عصفورين بحجر الشوربه دي، ناخد منها نعمل الخضره بتاعه القلقاس والطشه بتاعه القلقاس. الشوربه دي ناخد منها ونعمل الرز اللي هو بالخلطه. اهو الشوربه كده زي الفل، معانا بصلايه حلوه. وعلى فكره ده ما بياخدش وقت كتير في السوى، القلقاس يعني اسرع من تسويه البطاطس. ممكن البطاطس تاخد وقت، هو ما بياخدش وقت، ومجرد ما بينزل في الخضره بتاعته والشوربه اللي بتغلى على نار على طول بيستوي. هناخد البصلايه الحلوه دي كده عشان نحصل على شوربه قيمتها الغذائيه عاليه جدا، فيها طعم حلو، شويه خضره، فصين توم حلوين سلام، كل ده في الشوربه، لان الشوربه دي انا هعمل منها حاجتين. حلو، معانا كمان يا عم الشيف قرن فلفل زي ده كده. ناخد الخضره دي ننزلها مع الشوربه اهي، ونسيب اللحمه دي تغلي على النار تستوي على ما نجهز الخضره بتاعه القلقاس. حلو، ايه الاخبار؟ دايما بشوف الميه بتغلي بنزل بالتوابل كده، شويه حبهان بقى على قرنفل على قرفه. لحم ضاني او كندوز زي ما انت حب، بصلايه حلوه، التومه حلوه، قرن فلفل حلو كده، العود الكرفس، العود الشبت، هتلاقي عندك شويه شوربه زي ما قال الكتاب. دي البهارات، فلفل الاسود مع اللحم المسلوق بيديله طعم ومذاق خاص، وخاصة الفلفل الاسود اللي هو ايه ما يكونش بقاله وقت كبير عندك مطحون. التوابل عموما حافظي عليها وكوني حريصة في ان انت ما تطحنهاش وقت كبير. في مطحنة توابل كده بتلاتة تعرفة بتجيبيها، المطحنة دي بتبقى عندك تطحن الكمون، تطحن الفلفل الاسود، الكزبرة، الحاجات الأساسية، طشة البامية ولا طشة الملوخية بالكزبرة الناشفة هي أساس الطشة، فلازم تطحن الكزبرة وتبقى طازة عندك زي الفل. كده الشوربة على النار بتستوي، ننساها شوية مع بعض عشان عايز شوية شوربة أعمل بهم الرز بالخلطة، وإحنا مع بعض كده واحدة واحدة. فننتظر حتى تغلي وناخد السمار بتاعنا شوية شوربة عشان نفهم قواعد العمل شغالة إزاي. هنبدأ دلوقتي نعجن عجينة البغاشة، نعجنها ونسيبها تريح كده وتخمر على ما نشوف إيه اللي ورانا من الأكل بتاعنا اللي هي طاجن القلقاس باللحمة والطماطم مع الرز بالخلطة. مقادير البغاشة على الشاشة، عينيا، ده مهم جدا ان احنا نشوف مقادير البغاشة، بسيطة وسهلة وحلو ولطيف وجميل، بيتكلم من الصعيد المصري والريف المصري الجميل، مقاديره في متناول الجميع. ولكن عشان نعمله لازم العجينة تتخمر كويس، ولازم نهتم بمقاديرها ومكوناتها، ويكون عندنا زيت غزير كأننا هنحمر بطاطس او هنحمر طعمية. البغاشة بنت عم بلح الشام، يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني مقاديرها تقريبا نفس مقادير بلح الشام، دقيق وبيض، معلقه زيت صغيره، شويه فانيليا حلوين، معلقه نشا صغيره، وشويه سكر بودر. حلو الكلام، تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، وانا هعجنها مع حضراتكم كده. لازم الكاونتر بتاعك يكون نظيف، مفيش مكانه بصل ولا توم، بتعقميه بشويه ميه زهر، ميه موارد، زي الحلوانيه كده لما يكون بيعمل حلويات عنده ميه زهر ميه موارد، بيحب يشم ريحتها وهو شغال زي الفل. هناخد الدقيق بتاعنا ده كده، ده كتير، احنا عايزين شويه صغيرين، عجينه صغيره كده حلوه، دول كفايه قوي. ونحط عليهم البيكنج باودر، احنا مع بعض واحده واحده كده. شويه سكر باودر على العجينه، يبقى بيكنج باودر وسكر باودر وشوية دقيق، وأنا بعجنها مع حضراتكم واحدة واحدة عشان نشوف سهولة عمل العجينة وإحنا شغالين مع بعض. بيضة صغيرة في قلب العجينة كده، قليل من الزيت، يعني تقريبا معلقتين حلوين. حلو، تركية المغازي كالعادة، معرفش بتيجي معايا ازاي، دي سنة بابريكا صغيرة
الله عليك. حلو، ونقلب كده مع رشة ملح. هتلاقيها عملت معاك بالشكل ده كده، ما تقلقيش انا بهزر. شوية الملح الحلوين دول، وامسك العجينة دي يا عم الشيف افركها مع البيضة وشوية الزيت لغاية لما اقلبها اخليها كسكسي، نفس عجينة الكسكسي، تبقى مبرغلة معايا. شفت ازاي الهزار؟ معانا القطاعة الحلوة دي كده، وانا شغال قول لي اعمل ايه. حلو قوي. اهم حاجه وانت بتعملي العجينه، اهم حاجه وانت بتعملي العجينه تحطي في الاعتبار الطعم بيجي من بين اصابع ايدك العشره. انا مش بخترع الذره. هتيجي بقى تتفلسفي وتقولي لي طب ليه ما حطيتش المقادير كلها مع بعضيها؟ احنا اتعلمنا من اهالينا ومن امهاتنا لما يعملوا الكسكسي ياخدوا الدقيق مع السمنه البلدي ويتفرج بالشكل ده كده. انا بعمل مع عجينه البغاشه دي كده. هي الفكره في ايه؟ ان انا برجع لاصول الصعيد المصري والريف المصري، امهاتنا الطيبين اللي بنحس ملمس ايديهم في عمل الاكل. ملمس ايدين امهاتنا البركه، خلي بالك، مهما اخترعوا من وسائل التكنولوجيا ومهما اخترعوا من وسائل الترفيه في عمل تقطيع البطاطس، لو هي ما مسكتش البطاطسايه وقشرتها وقطعتها بايديها اقسم بالله ما بتبقى حلوه. تجيبي بقى مكنه تقطعها، مكنه تهسكها، مالناش دعوه بالكلام ده كله. بركه ايد الام طبعا مفيش حاجه في الدنيا تعوضها. شفت العجينه بقت في ايدي ازاي؟ هي بيضه ومعلقتين زيت وكميه الدقيق اللي حطيتها اتحولت لايه؟ لمبروم. ما هو المبروم؟ اللي هو الكسكسي، اللي هو المفتول، دي المسميات بتاعته. في الخليج يسموه المفتول لان بيتفتل بالشكل ده كده، او المبروم او الكسكسي. شفت ازاي؟ اي سائل هنا بقى الاختيار ليكي، ممكن تحط ميه دافيه، ممكن تحط حليب بتاعتك، انت عايزاها دسمه البغاشه اعجناها بحليب، عايزاها شويه دسامه اقل اعجناها بحليب قليل الدسامه، عايزاها دسامه قليله جدا وما فيهاش دسامه اعجناها بميه. شفت ازاي؟ هو ده لما بقول المطبخ رؤيه وفن وابداع مش من فراغ، ثقه. شفت؟ العجينه جاهزه معايا زي الفل. هعمل ايه يا عم الشيف؟ هحط عليها شويه ميه، وصدقيني اول ما احط الميه هتلاقي العجينه ايه كلكعت في دي، فخلونا ايه نحط ميه دافيه كده او بحليب زي ما انت عايزه، بس انا بصراحه عايز اعملها بميه، لان لما اعملها بحليب طعمها انا عايز يبقى طعم البغاشه فيها، فهنعجنها بميه زي فكره عمل بلح الشام. حلو الكلام؟ حلو الكلام. حط شويه ميه كده، الميه دي تكون دافيه. ايه اخبار اللحمه على النار؟ بس خلاص دول كفايه قوي. هنعجن العجينه دي مع بعض، سيبوني انا بقى اعجن العجينه واللحمه بتستوي على النار بتاعه الولاس عشان اخد الشوربه اعمل منها رز واعمل منها الخضره بتاعه الولاس، واعجن العجينه بتاعه البغاشه. هستاذن حضراتكم اطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف بغاشه من الصعيد الجميل والريف المصري الصعيد الجميل، ومعانا طاجن ولقاس باللحمه والخضره، ما ننساش شويه رز حلوين. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ودايما بتسأل والله العظيم بتكلم الصدق بعض المشاهدين والمحبين للشيف واللي بيتابعونا دايما على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، بيقول يا شيف مغازي أنا ما شفتكش جبت عجان وزي الأساتذة الشيفية أصدقائي وأصحابي والعجان يشتغل. أنا مش قصة إن أنا مش بحبه، لا أنا أحب إن أنا أشتغل العجينة بإيدي، ملمس العجينة بتاع أمي. البرنامج اسمه أكلة أمي، أكلة أمي لا كانت تعرف العجان ولا الخلاط ولا المفرج بتاع البصارة ولا الحاجات دي كلها. فأنا برجع بقدر الإمكان لجذور أكلة أمي. فالعجينة لما بعجنها بحس ملمس الحب والحنان والمشاعر الإنسانية اللي أنا بعجن العجينة، ولذلك بفرح بيها لما أعملها بالشكل ده كده. بص العجينة، بص العجينة، شوف العجينة، أهي أهي بتقول لك أكلك منين يا بطة، شفت العجينة الحلوة أهي جاهزة. هسيبها تريح العجينة دي ما فيهاش خميرة. بعد ما بتريح العجينة دي يا عم الشيف بنفرتها ونقطعها. في أي في المحلات بتوع الأدوات المنزلية بيبقى فيه قطاعات على شكل قلب، على شكل نجمة، الحاجات دي كلها ماشي جيبيها عندك وقت مفيش مشكلة، الأطفال بيحبوا الحاجات دي. ممكن تريحي نفسك من القصة دي كلها. وفي قطاع كده بتاع البيتزا وبتاع العجينة دي تجيبيها تعمل منها مكرونة تصنعي منها اللي انت عايزاه بثلاثة تعريفة، مصروف البيت كده وفري منه شوية وجيبي القطاعات دي، الاكسسوارات دي بتريحك من انك انت تبذلي مجهود في تشكيل العجينة. ولكن خلونا نشتغل في القلقاس لأنه عايش شغل بصراحة. والأكلات زي البصارة، القلقاس، في أكلات كده من الزمن الجميل وبتاعت أمهاتنا بتعب فيها وببذل مجهود عشان أوصل لطعم أكل أمهاتنا. فأنا هعمل دلوقتي الخضرة بتاعت القلقاس. حلو الكلام؟ واحنا مع بعض كده واحدة واحدة. عندنا كزبرة وعندنا بقدونس كل ده مع بعضه، وعندنا توم، زيت على النار شديد الحرارة، معاهم معلقة سمنة حلوة، واللحمة تقريبا استوت. هناخد كده السمنة دي كده نحطها هنا، نحط فيها البصلة الحلوة دي كده، واستنى عليها هسه شوية يعني. شوف بقى انا هعمل ايه بقى تركاية كده هتعجبك قوي. البصلية اللي انا حطيتها دي في السمنة وشوية الزيت هاخد نصها للخضرة بتاعت القلقاس والنص التاني للرز. شفت الشيف شغال ازاي؟ اهو انا معايا نار شغال عليها اللي هي عين البوتاجاز الكبيرة، هي اقوى عين، فانا بستفيد بدرجة الحرارة بتاعتها، بعلمك ازاي كمان توفري. فهي بتستوي البصلية اهي هقسمها نصين، نص ما بين الرز بالخلطة ونص ما بين الخضرة بتاعت القلقاس. شفت الحلاوة؟ أسيبها كده تاخد وقتها شوية. حلو الكلام؟ حلو الكلام. والبصلاية بتتحمر بحط عليها شوية بهارات حلوين عشان أرحم عينيا من الدموع وعذاب البصلة. بقدونس، قصدي كمون، على فلفل، على بابريكا، وأقلب كده وأسيب البصلية دي تستوي. على الأقل بشم ريحة البهارات دلوقتي، وريحة البهارات لما بنتذوقها بتفتح لنا الشهية، ولما بنشمها بتفتح الشهية، فهي في كلتا الحالتين إيه؟ هتنفعنا. شفت البصلية بدأت تاخد لون إزاي؟ أه. وأسيبها تتحمر كده وأنا شغال. حلو الكلام؟ للأمانة هحط مكعب من الزبدة. لا الرز مش هياخد توم، فمش هحط توم دلوقتي. ممكن نشوف مقادير الرز بالخلطة علشان أنا هشتغل فيه، أنا شغال في الاتنين مع بعض دلوقتي. مقادير الرز على الشاشة، رز مصري ولازم يتعمل برز مصري، قرفة، معلقة سكر، شوية بهارات، بصلاية ناعمة اللي أنا بحمرها دلوقتي، وأسيب البصلية على النار كده تاخد لون، واللحمة بتستوي معايا، بدأت أشم الريحة الحلوة بتاعتها. الأكلتين هيطلعوا مع بعض. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ حتة لحمة حكاية. الجزار ده ابن حلال. عيني أهي أهي أهي. لا يعني لونها ما سودتش معايا أهي أهي، شفت؟ ملبسة، حتة ملبسة ملبسة. فإحنا كلنا جوانا الشيف، حتى وإحنا مش لازم تقف في المطبخ. مش لازم نقف في المطبخ ولازم نطبخ ولازم نقطع بصل وتوم، لا وانت بتاكل انت اكبر شيف. البصلايه بالشكل ده كده ناخدها نحطها نصها كده. شفت شقاوة المطبخ؟ هو ده هو اهو، خلاص خلصت. الرز طلع قبل القياس، ناخد الرز نسقطه هنا يا ويلي.
ايه الشطاره دي يا عم الشيخ؟ ده الرز بالخط، شويه الملح، شويه القرفه الناعمه، وانت بتعمل الرز كده اه عارفه بتعمل ايه. كمان قرفه ناعمه هنا، اللهم صل على النبي. زود القرفه، انا بحب الرز بالقرفه. انت عارفه ايه اللي بيخبط جوه الطحانه ده؟ قرفه، سكر، بودر، فلفل. دايما تحط يا اما حمص يا اما فول سليم، حمص او فول او رز حسب الفتحات بتاعه المطحنه. ليه يا عبد الشيف؟ عشان تشرب الرطوبه وما يكلكعش جوه، لا القرفه ولا السكر ولا البهارات. لما تحط حمص او فول او رز، هي جت المعلومه للامانه عشان انا سمعت صوتها، خلي بالك ده مهم جدا على فكره. اي حاجه بتيجي الفرصه ان انا اقولها ما ببخلش بيها، لان ربنا هيحاسبني على ده. نقلب ده كده، شفت البصلايه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شويه رز حكايه. عندي شوربه على النار، شفت البصلايه في قلب الرز مدلعاه ازاي؟ خدت لون ازاي؟ العب يا سمك. ادي الرز معانا، فلفل حار. انا بحب الرز اللي بالخلطه ده بيبقى شويه سبايسي. ناخد دول لسقطهم كده. الله، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ نرجع للبصله بتاعت القلقاس، شفت الحلاوه دي كده؟ ننزل عليها بالخضره، كزبره، شبت. العب كل ده في الخضره. تومه، احنا عايزينه احمر نخليه احمر. دي الخضره بتاعت القلقاس، وانا شغال في الاثنين. بعلمك ازاي تقف في المطبخ كده تطلعي الشيف اللي جواكي بفراسه. حلو. عايز ادعم الخضره دي بمكعب زبده عشان يبقى القلقاس بتاعي دسم. باخد كده مكعب زبده واسيب الخضره دي تتحمر، تبقى مقرمشه وحلوه كده عشان تطلع ريحه الخضره مع البصله والتومه. وانا شغال الرز اخباره ايه؟ عايز الشوربه، ننزل عليه بالشوربه. اوبا، واحنا شغالين مع بعض. شوربه اللحم، هو ده. خلص الرز، ومجرد ان انا اقلبه على النار، عيني حاضر. انا خايف تنزل اللحمه في الرز، وانا عايز اللحمه مع القلقاس يا شفيق. يلا مش حارمك مين حاجه. حلو، نقلب كده. خلص الرز، شفت شفت شقاوه المطبخ؟ هي دي الشقاوه. مش بتحب الفلفل الحار على الرز؟ والله مخرجنا اللي قال لي لون الرز. انت ممكن بعد الرز ما يستوي شيل الفلفل ده من النار، بس صدقيني لما نقعد على السفره هتلاقينا عايزين نفتح الشهيه بالارض الفلفل المستوي ده. اطلع الرز لما يستوي. حذاري حذاري انك انت تغطي الرز قبل ما يغلي، او انك انت توطي النار على الرز قبل ما يغلي، هيعجن منك ومش هيبقى مظبوط في الطعم ولا في اللون ولا في الشكل. مهم جدا اول ما الرز يغلي بالشكل ده كده تأثر عليه النار، وتفتكر المثل الشعبي اللي المغازي بيقوله واهالينا علموه، اتقل على الرز لما يستوي. هنقلب الخضره بتاعه القلقاس، وسيبوني اطلع فاصل صغير، لان بعد الفاصل عندي شغل كتير على فكره. اوعى يا عم الشيف، عندي البغاشه احمرها واحط عليها سكر بودر، وعندي القلقاس اسقطه في قلب الشوربه، وعندي شويه رز بالخلطه اغرفهم. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا للبغاشه. بغاشه بالعسل حلوه، بغاشه بالسكر البودر حلوه، بغاشه بالقرفه حلوه، بغاشه بالشوكولاته جديده، بغاشه بكريمه اسمها اللوتس جديده، زي ما انت عايزه. انا بحاول ان انا اجدد من طعم البغاشه اللي هي رمز الصعيد المصري والريف المصري في طعمها. احنا عارفين بناكلها بسكر بودر، نحطها في العسل او الشربات بتاع البسبوسه او بتاع الكنافه. اهالينا وامهاتنا يعني علمونا ناكلها كده، ولكن تقدر تحط عليها اي نوع شوكولاته، اي نوع صوص انت حباه، زي ما انت حابه. العجينه عجناها مع بعض ازاي؟
اتخمرت دي ما بتتخمرش عشان ما فيهاش خميره، ولكن نسيب العجينه تتريح لان ماده الجيلاتين اللي موجوده في الدقيق ومش موجوده غير في الدقيق، لا هي موجوده في الشوفان ولا في دقيق الرز، سبحان الله. يعني ما شفناش عجينه من دقيق الرز تبقى عجينه مطاطيه، ما شفناش عجينه من عجينه الشوفان تبقى عجينه مطاطيه بتاعت فطير مشلتت، ما شفناش عجينه من دقيق الذره تبقى عجينه مطاطيه، لانهم خاليين من ماده الجيلاتين. الدقيق بس اللي هو القمح من نعم ربنا علينا، ربنا وظفه وسخره لينا يتعمل بيتزا يتعمل فطاير بالشكل ده كده. تعالوا نفرد العجينه، بس الشيف المغازي مش هيفرطها المره دي بدقيق، هتفرطها بيه يا عم الشيف بسكر حبيبي، سكر واجيب لك منين سكر. بجد تفرد العجينه بالسكر؟ هتفرد معاك؟ حلو، يلا بينا نفردها، وبعد ما نفردها هنقطعها. الله، قطعها بقى الشكل اللي احنا عايزينه. انا معايا قطعه حوشت من المصروف بتاعه وجبتها، انت تعملي زي كده شطوره يا عروسه يا امي يا ست الحبايب. قطعه نشابه حلوه زي دي كده، العجينه ما تمسكش فيها غير الخشب. شفت العجينه بتتفرد معايا ازاي على السكر؟ مش بقول لك تعالى بس نورني وانا فرشت لك الارض حرير؟ عجينه البغاشه فرشت لها الارض سكر. حلو. البيكنج باودر اللي انا حاطه في العجينه له دور مهم جدا على فكره، هيخلي العجينه دي بسكوته هشه. عينيا يا فندم. والله حاضر. مدرسه، وانا بحبك ليه؟ انت مش مخرج وبس، شواف. ده شواف دي كل حاجه بقى، يقول لك انت يا واد شواف. العجينه كده زي الفل معايا، حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنبدا ان احنا نقطعها. كل حاجة فيها أحمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. بلعب أنا. عندك بنوتة حلوة بتحب المطبخ، عندك صبي حلو ليه ميول إن يبقى شيف زي الشيف المغازي، عندك جوزك في البيت هاوي مطبخ وبيطلع نشاطه في المطبخ وبيحب يقف في المطبخ، في رجالة لما بتعصب بتخش المطبخ. خلينا نتكلم في الحتة دي والله العظيم. وفي راجل لما يزعل يقولك آكل. في واحد لما يبقى مبسوط قوي قوي يخش المطبخ، سبحان الله. انا لما بكون معصب بحب اكل واقف في المطبخ. واقول لك على سر بجد والله، لما كل واحد في موضوع شاغل راسه وبيشغل تفكيره يعني بيخطط لمستقبله، يعني خلينا نتكلم شويه، يقف في المطبخ يعمل اكله او يعمل طبق سلطه ويمسك السكينه كده ويقطع، تفكيره اتحصر ما بين المشكله اللي هو بيحلها، مفيش بقى لا شاشه تلفزيون ولا في تليفون هنشوف عليه حاجات ولا اي حاجه، ولا هنقعد في وسط ناس يشغلوا فكرنا ونتكلم معاهم، وانك انت تركز في المشكله اللي انت بتفكر فيها وتركز في التقطيعه. بس اهم حاجه اوعى تعور ايدك، افتكرني وانت مش هتعور ايدك. هناخد اللحم المستوي ده نسقطه مع بص انا خدتك انا على القلاس اهو، وناخد القلقاس بتاعنا نسقطه في اللحم. بس خلاص خلصت الاكله بتاعتي. انا مظبط طبعا الخضره بتاعت القلقاس، الشوربه طعم. القلقاس ده مش بيحب الشوربه كتير يعني. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ شويه القلقاس حكايه. هناكل القلقاس ونسيب اللحمه. هنغطي الحله دي كده. القلقاس اكتر من اللحمه، انا بحب القلقاس يبقى اكتر من اللحمه. شفت لونه حتى في الشوربه او في الطماطم لونه احمر كمان. شفت الخضره حلوه ازاي هنا شكلها؟ كزبره وبقدونس وشبت. انا ما بحبش الكرفس مع القلقاس، بتلاقوه كده انفرد لوحده. زي الكرفس في المحشي. انا احب بجد يعني كزبره الخضره في المحشي حلوه. البقدونس حلوه. الشبت حلو. الرز اخباره ايه؟ اوبا شويه رز حكايه. بص على شويه الرز دول بقى، بص على شويه الرز طلع ازاي. هو انت هو ده
نغرف الرز ده ونخلص منه. اه فيهم ريحه اللحمه. الله الجزار ده بيحبني، مديني حته لحمه ملبسه، ادتني شويه دهون حلوين، اه شويه شوربه حلوين، اه طعم القرفه، طبق رز قيمته الغذائيه عاليه جدا. نغرف الرز ده يا عم الشيف، يلا بينا نغرفه. اه يستاهل طبق حلو للامانه، يعني زي ده كده. اه يعني عندك شويه كبد فراخ، شويه لحمه مفرومه ممكن تحطهم على الرز ده، شويه مكسرات مفيش مشكله، بس انا احبه زي ما هو كده طالما انا عامله لازم اللحمه يعني. عجبني قوي القرن الفلفل اللي هو رايح جاي ده في قلب الرز، بيخلي طعمه سبايسي، مش سبايسي قوي يعني، في شويه كده ايه فواتح شهيه. بيسالوني برضو شيف مغازي وقت البرنامج بتاعك تقريبا ساعه الا ربع بنشوفك، او ساعه تقريبا لما المخرج بتوصى بيك وبيحبك، او 50 دقيقه بتعمل الاكل ده فعلا، ما بتشوفكش بتطلع حاجه من تحت الكاونتر او من تحت الترابيزه، على عينك يا تاجر. بس معايا مساعدين شطار، بحضر شويه مزمبلاس اللي هو التحضير، بصلايه تتقطع، فص توم يتفرم، انت اعملي زي كده، فرم التوم وحطيه في الثلاجه، البصلايه تقشرها وتحطها في ميه ساقعه، مش تخش المطبخ بقى تبداي من كل حاجه خالص يعني، الحاجات دي مطلوبه على فكره. القلقاس يتقطع ويتحط في ميه ساقعه يوم يبقى لونه حلو زيه زي زي البطاطس بيتحفظ. شفت الرز حلوين ازاي؟ شفت الحلاوه دي؟ شفتوا الجمال ده كده؟ اه مش محتاج اي برزنتيشن خالص، اه هو لوحده بيتاكل. بصراحه لو في شويه كبده مقليين مع الرز ده حكايه. اه فين مكانه؟ عايز مكانه فين؟ هنا؟ عيني. اه ناخد العجينه بتاعتنا دي بقى نقليها مع بعض، يلا بينا. بحط هنا دي يا عم الشيف شويه نشا، بحطهم في الطبق ده كده، واخد منهم شويه كده، واخد العجينه بتاعتي دي كده عشان اخدها على الزيت، الزيت هنا سخن، اسقطها كلها مره واحده في الزيت، نفس عجينه بلح الشام. هنا ما ينفعش احط سكر بقى، انا فردت العجينه بالسكر، بس عايزه تحط معجنات على معجنات، عايزه تحط سبرينج رولز على سبرينج رولز، فطاير على فطاير، لازم تحط يا اما دي يا اما نشا ما بين الطبقتين، ده مهم جدا على فكره. شفت بقى ازاي؟ اه هو ده ليه يا عم الشيف؟ عشان العجينه ما تلزقش منك. اه وانا شغال كده، انا اي حاجه بتيجي فرصه اقولها بقولها، امين في شغلي، ويتطلب مننا كلنا كل واحد في موقعه، كل واحد في عمله، ضميره لازم يكون حاضر في شغله. اه وانا لو كنت خدت الرشه الدي دي وحطيتها واشتغلت وخلاص كان حد ولا حد يقول حاجه، لا بالعكس انا لازم اقول كده علشان لانك انت ممكن توصلي للمرحله دي من النجاح تعملي العجينة زي ما عملها الشيف بالظبط وكل حاجة، بس تيجي ترصها في الطبق وتيجي تروح عند القلاية أو ابنك مثلا في البيت الصغير ربنا يخليهولك، آه بيعيط، شغلك بحاجة، جوزك جه البيت، هتسيبي العجينة دي. اللي بقوله ده يا إخوانا صدق وبيحصل، والله العظيم اللي بقوله ده مهم جدا، أنت وارد تحط العجينة وتحطيها تتفاجئ يطلع لك موضوع في البيت، حد خبط من الجيران، فاتورة، أيا كانت، شغلت لأي سبب وسبت العجينة في الطبق ورحت تحمريها، تيجي تفكها من بعضيها تضربي كف على كف. فانا بقول لك الحاجات دي عشان تحطها في الاعتبار. حلو الكلام؟ اه معلقتين النشا دول مهمين جدا. اه مش مكملين معلقتين كمان، واخد العجينه كلها كده، يلا يلا. ها شفت بقى ده لما تبقي ايه الشيف المغازي. اه شفتي؟ اه شفت؟ اه يلا بينا، جاهز نروح عند الزيت، يلا.
هينزلوا في الزيت دقيقتين وخلص الكلام. العجينه دي في دقيقتين في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما هي كده في قلب الزيت. هو انت لو حاطه نشا تعرفي تعملي زي ما انا شغال كده ولا هينزلوا من الطبق لو جبت لهم عصابه حتى؟ شفتي؟ شفتي؟ شفتي تركايه صغيره خالص نونايه خرجتك من مأزق ممكن يحصل وانت بتحمر البغاشه دي. امي علمتها لي، ويا سلام متعه الدنيا لما اقول امي علمتها لي. شفت امي وهي بتعملها، امي كانت تعملها الاكله دي. طعم مش مستحيل تبقى طعمه اكله امي، مستحيل. كلهم في قلب الزيت يا شيف، كلهم سيبها على الله كده ان شاء الله وهيتحمروا. بس اوعى زي امبارح الشاب، اوعى تتشطري وتجيبي بقى مغرفه والمخرج يقول لك وريني العجينه وارفع، ما تقوليش ارفع البتاع ده خالص، سيبها كده، اوعى تقرب زي ما هي كده اهو شويه يعني. حلو الكلام. اللي بقوله ده مهم جدا على فكره، لا تقلبيها ولا تيجي جنبيها ولا تفرحي بيها. خلينا نغرف القلقاس مع بعض. ما نغرفه في الطبق ده ولا في طاجن حبيب زي ما انت حابب. ناخد الاول ده كده، يلا بينا. والله جاي على بالي اغرفه هنا في الطاجن ده الاحمر الحلو ده. حلو، يلا بينا. شويه القلقاس حكايه، ماشي خد راحتك خد راحتك خد. بص 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 بص، جيب لي التفاصيل بالله عليك. شوف شوف الحلاوه، شوف الحلاوه، شوف الحلاوه. الله، ريحه التومه والبصله والخضره حكايه. ايه فينك يا دوحه؟ هو ده، خد راحتك اهو اهو. شفت الحلاوه دي؟ هو دي كزبره خضراء. بقدونس شبت، والشبت يكون قليل، الشبت يكون قليل يا امي، لان الشبت ده حرام بيسرق الطعم. فشبت الخضره بتاعه القلقاس يكون هو اقلهم نسبه. الف انا وشفا صحه. وهوبر اهي لحمه اهي صارفين. ضاني كندوز زي ما انت عايزه. الطبق مش محتاج اي برزنتيشن خالص، شكلا ومضمونا مش محتاج. شوف البغاشه اخبارها ايه، ايه الحلاوه دي؟ لا هزها هنا بقى، هزها هنا بقى، تهز بالراحه خالص كده. خلي بالك والزيت يكون شديد، خلي بالك. فين الشوكه اللي كانت هنا؟ اهي. واعمل الحركه دي كده وانا واقف. من الاطراف. الله. تحط عليها سكر بودر ماشي، تحط عليها عسل ماشي، تحط عليها قرفة ناعمة ماشي، هي داخلها سكر كده كده. أنا بطفي النار على فكرة، لازم تكوني أنت حاضرة أهو عشان فاتورة الكهرباء ما تجيش عالية. خلصت الشغل، نجيب طبق التقديم بتاعنا للبغاشة. حلو الطبق ده. والله انا بحب عليها السكر. مخرجنا بيسال انت تحب تاكلها ازاي دي؟ للامانه احب عليها سكر بودر زي البقلاوه كده والزلابيه اللي هي لقمه القاضي، احبها لما تتحمر عليها سكر بودر، ما تنزلش في الشربات. رقم واحد سكر قليل، رقم اتنين اكلها واسمع صوتها. فلو اتحطت في الشربات اللي هو العسل بتاعها هتبقى طريه جدا، لو اتحط عليها عسل برضه هتبقى طريه. فعشان اكون في الامان احط عليها سكر بودر اهي. بص عليها اهي، دي البغاشه اهي. قلبتها؟ لا، شغال معاها كده باحتراس، لان دي خلي بالكم هنا ايه بتتسلط اهي. شفت؟ بص بص اللي على الوش، شوف اللي على الوش، شوف اللي على الوش خدت لون ازاي. مخرجنا الجميل اللي على الوش خدت.
اغرفها يلا يلا بينا. الله واسيبها تتصفى من الزيت خالص، ما تتهزش برضو. انت مش بتحمري بطاطس مقليه، مش بتحمري بومفريت. لازم تتصفى من الزيت جيدا، ما تتحطش على منديل زي ما انا شغال كده. عندي طبق التقديم جاهز، يلا بينا يلا بينا. وحط طبق التقديم جنبيها. بصوا يا نازله بقى كده، بصوا يا نازله بتتكلم صعيدي. البغاشة على طريقة الشيف المغازي حصري، العجينة اتفردت بالسكر حبا فيكو. ينزل عليها كده، هو ده. ألف أنا وشيفة اللي ياكل من الطبق ده هيدعيلي. عايز أقول حاجة قبل ما أنهي، عايز البغاشة دي تتعمل بالطعم العربي، حط لها عجينة الحبهان أو الهيل الناعم في العجينة. يعني لو عايزها بطعم الحبهان أو الهيل، حط جوه مكونات العجينة هيل ناعم أو حبهان حسب الرغبة، ده للعلم يعني. مطبخنا على شاشة القناة الأولى، إبداع، رؤية، فن بطريقة بسيطة. هنعمل القلقاس كل يوم، هنعمل رز بالخلطة كل يوم، هنعمل البغاشة كل يوم، ولكن الفراسة والخبرة الطهوية إن كل مرة نعملها بطعم جديد وبشكل جديد. رؤية، فن، إبداع، بنشوفه على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماسبيرو. We'll be right back.